إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فائدة العسل وبعض المواد المهمة على الجهاز الهضمي بشكل عام، والالتهابات والقراح الموجودة في المعدة. طبعا قام الباحثون بإجراء دراسة أخرى حول تأثير العسل الطبيعي، العلاج طبعا بالطب البديل على الجراثيم، الذي يعني ثبت أنه يمكن أن يسبب قرحة في المعدة أو التهاب المعدة. فتبين يعني إعطاء محلول معين فيه تركيز معين بنسبة 20% من العسل يعني قد استطاع تثبيط ذيك الجرثومة في أطباق مختبر. طبعا قد نشرت عام 1991 بعض البحوث كثيرة في هذا الموضوع. أحد دراسات تكلمت في مجلة، وعلى الرغم يعني من أن العسل حامضي التفاعل، إلا أنه يعني يعالج بعض الأمراض الموجودة في الجهاز الهضمي. ودراسات على الإنسان أيضا في كثيرة في هذا المجال، قالت أن الحموضة الموجودة في العناصر المعدنية تقريبا مرتفعة شوي، والتي يعني تنفرد في الماء وتعطي شحنة قلوية عالية جدا وتقلل من درجة الحموضة، حيث تغير بيئة المخلوقات الدقيقة الموجودة في المعدة، مما تسبب اختلال في المخلوقات الدقيقة، مما يتسبب موت هذا المخلوقات. حيث أن يعني أحماض العسل أيضا والتي يرجع إليها حموضته يعني المتوسطة أو العالية تحترق بسرعة عالية خلال عملية التمثيل الغذائي. فإن العسل يعني بالرغم من أن يعني حموضته يعتبر غذاء غلوي ومفيد جدا، وهنا طبعا يؤخذ العسل مخففا بالماء الدافئ بنسبة 1:1 قبل يعني وجبة الفطور أو وجبة القذاء يعني القداء، وتقريبا بنحو 1.5 ساعة إلى 2 ساعة تقريبا بعد وجبة العشاء. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.